كابتن عادل الف مبروك، فوز مهم حققه النادي الاهلي النهارده، اولا بتاكد وتامن الصداره، وفوز برضو كنت محتاجه قبل لقاء الوداد المغربي. ما احنا اتكلمنا قبل المباراه وقلنا على الثلاث اهداف اللي اشتغلنا عليها النهارده. الهدف الاول المكسب التجاري، وده حقق ثلاث نقاط، وكان في مكسب بشكل يعني اقدر اقول لك ان هو ما فيهوش اجهاد. الحاجه الثانيه الخروج بلا اصابات او اجهاد، وده الحمد لله برضو اتحققت. الحاجة الثالثة نغمة الثقة بقى والانتصارات، الانتصارات والثقة اللي جات لك انك انت بتنتصر في المباريات ورا بعض 13 مباراة، وانت قبل ما تلعب مباراة مهمة انت كسبان، فداخل بأريحية وبشكل كويس. حاجة رابعة كمان تضيف لها، خليني برضو أأكد لك حاجة في الجزء بتاع المباريات المتتالية أو الفوز المتتالي. ده الفوز السابع على التوالي للنادي الأهلي في مسابقة الدوري العام، وأكثر الأندية فوزا بطريقه متتاليه. يعني كان قبل الماتش النادي الاهلي هو اكثر الانديه ست مباريات في الدوري متتاليه انتصارات، مفيش حد حقق الرقم ده غير النادي الاهلي. النهارده الفوز السابع على التوالي للنادي الاهلي في بطوله الدوري، وهو اكثر الانديه في الانتصارات المتتاليه في مسابقه الدوري. ده بتديك انطباع كمان على انك انت ماشي في طريق صح، وانت لما بتبقى في عدد من الانتصارات ورا بعض بتبقى رقم كبير، بتعرف ان الفرقه فيها استقرار فني او في ان تجانس وتناغم حاجات كتير قوي. لكن خلينا كمان ندي الحاجه الرابعه، انت في ثقتك في الحارس الثالث اللي هو بالنسبه لك انك انت مصطفى شوبير حارس ثالث، فثقتك فيه النهارده زادت جدا، ان هو كان من اسباب المكسب النهارده، ويمكن يكون سبب رئيسي، يمكن اهم واحد كان النهارده هو الكذا الكوره اللي انقذها، وكانت صعبه جدا في وقت انك انت بتلعب لاعب صغير، ولكن والنادي الاهلي بالذات لما بتجيلك حراس النادي الاهلي غير حراس الانديه الاخرى، الحراس الانديه الاخرى بيجي لهم بيبقوا عايشين في الجيم على طول، كل شويه تجيلهم الكوره ينقذوها، كل شويه يجيلهم الكوره يصدوها. لكن انت بتتكلم حارس النادي الاهلي بيفضل فتره طويله قوي بدون شغل وبدون ما يكون هجمه عليه، واول ما بتجيله هجمه ممكن تجيله هجمه صعبه، فلازم اليقظه، فهو نجح فيها النهارده. النهارده المهم في اللعب انك انت خلاص بقى عندك ايه تقدر تقول عليها، عندك تناغم ما بين الاحتياطي والاساسي، بمعنى انك انت لما بينزل كهربا ممكن ياخد مكانه شريف، فما بتلاقيش فرق كبير، ما بتحسش بفرق، ما بتحسش. الشحات مكان عبد القادر ما بتحسش، ولو ان الشحات متفوق الايام دي في حته الايجابيه على الجون الايجابيه، ودي حاجه مهمه، الايجابيه في المراوغه، وبعدين يلعب لمين اكتر من عبد القادر، ده اللي ينقص عبد القادر. عبد القادر لعيب كبير عنده ميزه كبيره لازم يستغلها، لانه لو فضل ما استغلهاش هيبقى يعني ممكن يعني تقييمه يبقى اعلى من كده كتير. لو لعب مباشر، لو عمل باصات، لو اتغير في حته ايه، في لعيبه كابتن ايمن لما تشوفه هتعرف هو هيعمل ايه، وفي لعيب متغير. يعني انا ممكن اعدي منك واحد ضد واحد، دي صعبه، لكن ممكن الكرة اللي بعديها اعملها وان تاتش، ممكن الكرة اللي بعديها اعدي من واحد واعدي من الثاني، ممكن الكرة اللي بعديها اعدي من واحد وباصي، فتبقى متغير. عبد القادر بقول له بدات يعملوا ايه؟ بدات اي مدرب يحط لك واحد وبعدين واحد سبورت بعديه، علشان لما تعدي بتلاقيه بياخدها منك الكرة، فتلاقي انتاجك قل. فعبد القادر لازم باص كتير، لعب الجماعي، حته الاهداف وتضييع الاهداف لازم يشتغل على الجون كويس، لازم يشغلوه على الجون كتير قوي، لانه عنده قدره في المراوغه انه ممكن يروح يجيب جون زي حسين. يمكن حسين في الوقت الحالي اللي مميزه في حته جوه ال 18 انه الفينشنج بتاعه كويس، بيعرف يجيب جون. حسين جاب جون متكرر زي الجون اللي جابه النهارده ده، متكرر لانه بيلعب عكس اتجاه اللاعب. يعني جوه ال 18 بيحمي حسين ايه؟ البنالتي. فانت بتبقى عندك الجراءه، يعني بتكلم على حسين يكون عنده الجراءه انه يعمل العكس الاتجاه، فبيبقى في حاجتين، هو خرج اللعيب بره اللعب، والحاجه الثانيه اللعيب خايف يلمسه علشان ما يجيبش بنالتي. فحسين في الحته دي نظر كويس. انا عاوز عبد القادر يبقى نفس بيرسي تاو من اللعيبه اللي النهارده عايز اقول لك بقى لاعب مهم انه يشد لك الفرقه الثانيه.
لاعب مهم ان ياخد لك الفرقه الثانيه للمنطقه الاخرى. يعني بيرستاو ممكن يكون بره ملعبك مهم جدا لانه يبقى محطه كويسه انه يحول اللعب من نص الملعب ده لنص الملعب ينقل الهجم، ودي حاجه مهمه جدا. فانت بتبص تلاقي في تناغم في الحته الاماميه، بقى في ثلاثه وثلاثه احتياطي او السته اساسيين، انا بعتبرهم كده. السته الاولانيين انت بتتكلم على في البدايه كهربا وحسين الشحات وبيرستاو، والثلاثه اللي وراهم عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. يمكن طاهر خرج النهارده، يبقى ممكن يكون قفشه او الكندوسي يبقى هو التالت بتاعهم. فانت عندك الحاجه الثانيه بقى اللي انت تفوقت فيها كمان نص الملعب يا كابتن. صح، انت عندك اربع لعيبه نص الملعب دلوقتي بقوا اساسيين الفرقه، سولية، حمدي، ديانج، مروان عطيه، ايهما بيلعب بثلاثه؟ فايهما يبقى اجهز وايهما بيبقى كويس؟ فانا من كولر الموضوع ان انا ما ازعلش ان واحد اتعور عندي في وسط الملعب، او بالمعنى الاصح اكيد ان انا محتاج كل اللعيبه تبقى معايا، لكن مش تبقى مشكله كبيره وعويصه عنده وصل ان واحد يكون مصاب، هيلاعب الثلاثه الثلاثه يبقوا احسن من بعض. يمكن الكابتن شريف اتكلم على مروان وقال لك انه مراقبه طول الوقت، ومروان لعيب كويس جدا فعلا. يعني الكابتن شريف لما اتكلم عليه من ايه؟ من انه تجارب اللاعب على طول كويس، على طول نسبته في الملعب ممكن يكون 6-7 من 10 بس ثابت، مستوى ثابت. يعني في لعيبه ممكن تجيب 8 و9 وبعدين تنزل 4-3، لا مروان الميزه اللي فيه انه على طول جايب الـ6-7 اللي هو الميزه محافظ على المستوى، محافظ على المستوى لانه لعيب تكتيكي عالي جدا، بيبقى تحت الكوره في كل حته، بيشتغل في كل حته تحت الكوره. هو نضج في حاجه مهمه جدا، الاستخلاص الكوره. ايوه بالظبط، حاطط نفسه في اماكن فيها الكوره الثانيه ممكن تيجي كتير، فبتلاقيه اول واحد يقطع للنادي الاهلي. اما ديانج وعمرو السولية النهارده، عمرو السولية النهارده انا بعتبر المباراه تجهيز لعمرو السولية، لان عمرو راجع من اصابه مده، وعمرو بدا لما عمرو بيستعيد مستواه وبيبقى كويس بيعمل لك نقله كويسه في الفرقه. يعني ديانج يعني لعيب ثابت طول الوقت، لعيب شغال طول الوقت كويس. الاربعه بتوع الدفاع يا كابتن ايمن انت ما عندكش مشكله فيهم دلوقتي، علي معلول بيلعب ما شاء الله بخبراته، محمد هاني نضج جدا وبقى يعمل حاجات كويسه، عندك منعم بقى ومتولي، وياسر ابراهيم على حسب الفرود اللي هتلعبه مين. كويس، لو عندك فراوده سراع اكيد هتلاعب ياسر. صح، لو عندك فراوده يعني الفرقه ما بتهاجمكش كتير هتلاعب متولي عشان يحضر ويطلع سليم. بس انا ممكن اتكلم في نقطه مهمه بالنسبه لمنعم. منعم لعيب كويس قوي، كسرد باك لعيب هايل، وانا متوقع له ان هو ممكن في يوم من الايام بعد النادي الاهلي يحترف بره، اكيد يحترف في حته كويسه كمان. اكيد اكيد، ولكن انا نفسي اهمس في اذنه يعني ان هو لازم حته الثقه بالنفس. يعني في فرق بين الثقه بالنفس، أيوة شعره، ايوه يعني الشعر، فحته الثقه بالنفس دي ممكن تخلي الحكم عليه يكون خاطئ، لانه يعني مش ان شاء الله ما تحصلش يعني، لانها بتؤدي في بعض الاحيان لكوارث. اكيد، فهو يعني لازم حد ينصحه، انا بنصحه. هقول لك حاجه، انت لعيب كبير، لعيب كويس، بس خلي بالك من الشعره بتاعت الثقه بالنفس والغرور. اقول لك حاجه على منعم مهمه جدا. منعم اصلا كان لعيب نص ملعب عشان تبقى عارف، قبل ما يلعب سيرد باك كان اصلا لعيب بيلعب في نص الملعب ومش ديفندر ومش بيدافع. كان نص ملعب وبيهاجم. منعم لعيب كوره كويس، بيعرف يلعب وبيعرف يباصي وبيعرف طبعا يعني عنده ثقه. النهارده عمل واحده الكره اللي جات له اللي خدها في كعبه دي وهو واقف، لا عنده كتير طبعا. ولكن في نفس الوقت في حاجه في الكره دلوقتي يا كابتن ايمن، انا ما يعني ممكن اتغاضى عن انه ممكن يعمل ريسك في واحده، احسن ما اخليه طول الوقت يبقى لعيب عادي اللي هو بيباصي على طول وانه بيشتت اللعب. انت النادي الاهلي يعني انت لو بتلعب مثلا، لما كان بيلعب مع المنتخب ما كانش بيعمل دي خالص، لانه هو كان بيلعب مع فرق قويه،
فكان بيلعب الامان ونورسك والحاجات دي، لكن انا ما خليهوش طول الوقت يشتت لي الكوره. لا ما بقولش كده، بس في بعض الاوقات لازم يعمل كده. ما هو دي الخبرات بقى، ما هي الخبرات هتيجي لقدام، بس هو مهارته يعني انا عايز اقول لك حاجه، هو مهارته اعلى من اللي هو فيه كتير. صحيح. خلي صحيح. بالك صحيح. فان شاء الله يعني انا على فكره يمكن انا بتكلم معاك كتير جدا في الامر ده، والامر اللي انت قلته انك انت ما ينفعش طول الوقت تقعدني انا خايف على اعصابي. بس هي كره القدم دلوقتي صحيح. الحارس المرمى بيرقص يا كابتن، حارس المرمى بيباصي جوه الستة ياردة. انا خلي كمان السرد باك بتاعي ما يباصيش كويس. ما يطلعش بالكوره. ما يبينش مهاره. لا يبين، واحنا يجي لنا الضغط والقلب. معلش بقى انت هنعمل لك ايه؟